السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور أحمد سمير، نائب مدير مركز التعلم الإلكتروني كلية الطب جامعة عين شمس. في الفيديو ده هنكمل مع بعض إزاي نقدر نستخدم ويبكس للأونلاين ميتينجز. طيب أنا حاليا لسه بادئ ميتينج على ويبكس، بس أنا منزل أوريدي الأبليكيشن على الديسكتوب عندي، أو لو أنا استخدمت البراوزر هيبقى نفس يعتبر الإنترفيس. لما ببدأ الميتينج بدخل جوه، أول عندي بعض مجموعة تحت من البوتونز. أول بوتون ده خاص بالمايك، هقفل وأفتح المايك، والبوتون التاني اللي هو الكاميرا، بقفل وافتح الكاميرا بتاعتي. البوتون التالت هو الشير. الشير لما بيجي افتحه بيقول لي انت عايز تعمل شير للسكرين كلها بتاعتك، ولا عايز تعمل شير للويندوز المفتوح عندك، بعمل شير للانترفيس بتاع الابليكيشن، ولا مثلا جوجل كروم، وهكذا. يعني هو بيسألني ايه هي التابس او البرامج اللي انت فاتحها اللي حابب اللي انت تعمل شير عشان تشرحها لزمايلك اللي معاك في الميتنج. ولو طبعا لو انا عندي في بريزنتيشن، بفتح البريزنتيشن بتاعتي وببدا بعمل سلايد شو، او ممكن اشير فايل مع زمايلي في الميتنج. واخر حاجه وايت بورد. وايت بورد عباره عن زي وايت بورد ممكن اشرح عليها، بعمل انوتيشنز، ارسم الستريشنز بيني وبين زمايلي اللي معايا في الميتنج. البوتون اللي بعده هيبقى ريكوردنج، لما ادوس عليه هيبدا يعمل ريكوردنج، بيقول انت عايز تعمل ريكوردنج في كلاود ولا في الماي كمبيوتر. يستحسن نبقى نعمل ريكوردنج في كلاود. ليه؟ لان بعد ما بيخلص الميتنج بيبقى موجود معايا في الاكونت بتاعي، واقدر اعمل له شير بعد كده لزمايلي بسهوله، ويقدروا بعد كده يشوفوا الميتنج في اي وقت. بعد كده البوتون اللي بعده بشوف مين البارتيسيبنتس اللي معايا في الميتنج دلوقتي. البوتون اللي بعده بفتح الشات، هل انا لو عايز ابعت مسج ببعتها لايفري ون، ولا بختار ناس معينين ببعت لهم وانا جوه الميتنج. بعدين التلاتة بوينتس، هو اول واحد نوتس، هل انا عايز اخد نوتس وانا بعمل الميتنج دلوقتي، هل في بول هبعت بول للزمايل الموجودين معايا في الميتنج، اعمل لوك للميتنج. انا مثلا زمايلي عملنا ميتنج ومش عايزين حد يدخل تاني فبعمل لوك للميتنج، او لو انا عايز اعمل انفايت لحد ببعت له ايميل من هنا، او ممكن اخد كوبي من اللينك بتاع الميتنج وابعته بالايميل لاي حد، او انزله للطلبة في اي مكان بحيث ان هم ممكن دلوقتي يدخلوا على الميتنج معايا. وبالتالي اخر حاجة خالص في البوتون الاخير ان انا اقدر اقفل الميتنج دلوقتي. كده احنا خلصنا الانترفيس بتاع ويبكس. شكرا جزيلا لحضراتكم.